هو يمتد يا والله كلب ما بعت غصب ولا عنك عن الاسلام عن بيلتح كل ويلتح الكلاب اللي عندك في فرق. البلد طالما غصب انك عنك تحارب عن النكاح كل الكلاب اللي عندك في البلد بالنكاح باشكالك يا ساكت انت وهذا شو اسمه صاحبك اللي طلع معك امبارح العواي الثاني شو اسمه اذا غلطت على شخص راح انزلك طيب انا مش حق مساحه اغلط احد انا بتعالج بعالجكم هنا يعني هذه مصحه اسمع اسمع انت بدي احاول احكي معك بشويه احترام عشانك انت مغير من اسلوبك اتكلم باحترام عشان اجي انت شو اسمك بس ما قلت لي شو اسمك انت اثبت انت أثبت اياد اسمي اياد شو امبارح اثبتت لي امبارح اياد اياد انا امبارح لما طلعت معك شو اسمك شو اسمك اياد 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 كم أنا عمرك؟ امبارح طلعت معاك لحظة لحظة اسمع إياد. انا امبارح اياد لحظة لحظة معني شوي كم عمرك؟ لا ما راح اسمع عمري 30 سنة كم؟ 30 سنة 30 سنة 30 سنة وهذا اخلاقك؟ عندك اولاد؟ ليش انت عندك اخلاق ما انت قاعد تحكي زي 18 كل حكي مش, مش مهم مش مهم انت عندك اولاد يا يا شو مش مهم اياد يا محمد انت بتسالنا عن الاخلاق قاعد انت زلمة عمرك 80 سنة لا فيش عندك اخلاق اياد انت زلمة عمرك 80 سنة وبتحكي كائد زائد 18 يا طبعا اكيد لا ما هو انا بتكلم بالقران شو منين اجيب لك كلام؟ قرانكم هو عبارة عن كتاب جنسي شو اسوي لكم انا؟ يعني وانا جبت لكم كلام من جيبي افتحوا القران كله زائد 18 شو نسوي؟ وانا اللي كتبت القران يخرب بيتك وتعتقد انه انا اللي مؤلف القران؟ ما انا بطلع لكم القران واقرا لكم ايات واقرا لكم احاديث اشوفكم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان ينكح عائشه وهي عندها حيض عفوا ما كان ينكحها كان يباشرها كان يضع قضيبه المقدس بين رجولها مش انا انتم دينكم هو ديننا زائد 18 يخرب بيتك خجلان من 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 دينك مش انا اللي كتبت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع مش انا اللي جالس بتسحب جوا كلاسين النسوان وبنفخ في فروجهن يعني عرفت كيف؟ على فكره هذا كان ربك اللي قال ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الله الله رب العالمين جل في علاه عز وجل مش انا يا اياد انا لما اكلمك عن الامور الجنسيه انا ما اريد اكلمك عن الامور الجنسيه ولكن دينكم هو دين جنسي شو اسوي لكم؟ بتموتوا في الاغتصاب بتموتوا في التحرش عرفت شلون يا اياد؟ صعب ولكن شكرا لاثبات ما اقوله لكم انه حقيقي يعني صراحه يا اياد يصير يفكر بمنطق اللي موجود تحت رجل الشيخ راح تقولون سبحان الله والله ان هذا كان رجل طيب واحنا كنا نتوسم فيه الخير ووالله ان الله سبحانه وتعالى لم يكن ليتركه للضلال وقد اخذ منه الرجل لحكمه يعلمها هو سبحانه وتعالى وما فعل ذلك إلا لأن الله سبحانه يعلم أنه لن ينال منازل الشهداء والأنبياء بعمله فأخذ منه الصحة لكي يبلغ منازل الشهداء ترى كلكم راح تتكلمون بهذه الطريقة شوف أبو صالح أبو صالح أبو صالح أبو صالح ما أرجع أماني ما أرجع أقول لك بس دقيقة مثل ما قال طلعنا معاك وجوز خلينا كل شيء والله ارتكبنا ذنوب لا يعلم بها غير الله على تلاك اسمع اسمع انت بنيتك اول كنت رجالا طيب عرفت بس طغت عليك الدنيا وترك كفرت عن طلعت صح انا الدنيا دائما تطغى علي بس ما ادري صراحه من اي جانب دقيقة لا تمسخر خلينا تمسخر لما تتكلم بشخصنا كلمني عن الشريعة الهبلة اللي انتم مؤمنين بيها لا لا احنا جاي نتكلم مساتين خليني شخصنا بعدين نجي على الشريعة بس خليني شخصنا الله يسلمك لا انت تعرف متى ممكن تكلمني بشخصنا لما انا اعرف شخصك عرفت كيف انا رجال شجاع قادر اطلع بوجهي انت كمان افتح الكاميرا وخلينا نعرف انت شو مين انت ووقتها تعال شخصا معايا اما واحد شبح كل ما يطلع لي واحد شبح بالتيك توك ويكلمني بالشخص انا لا انزله واصعد غيره في غيرك او لمكانك هسه ما يضر اطلع صورتي ما اطلع صورتي ما يضر خليني نسولف انا وياك على نقاش واحد اذا خلينا بالفكره نفسها لحظه خلينا بالفكره نفسها انا شو بقول انا شو بقول انا بقول يعني بس عشان تفهم الفكره نفسها انا بقول أنت المفروض كإنسان كبني آدم ككائن حي مفروض ما تضر حدا لا تقتل حدا ولا تضرب حدا ولا تأذي بشر
مشكلة هذه الشريعة أنك أنت يوم ما تؤمن بها تتحول من كائن طيب اللي هو أنت أصلا طيب. أنا لا أشك أنا أشوف أنت الآن صار لنا نصف ساعة بنتكلم وأنت بيبين عليك أنه معدنك جميل وإنسان طيب، وحتى الكلمات المسبات اللي نزلتها علي وحتى ما سبيتك أنا مصالح بتكلم بحر، عرفت كيف؟ هذا الكلام أنا متأكد هو مش من جواتك، هذا بسبب ليش؟ بسبب أن هذه الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة بتخلي الناس هكذا يا بحر، لأنه الناس لما تريد أن تلتزم بشريعة فيها هذه الكمية الهائلة من الوحشية ومن القتل والدمار والاعتداء على الكرامة الإنسانية، يخلي أتباعها شو يصيروا؟ يصيروا يعني ناس متوحشين غوغائيين همج، حتى لو كانت عندهم بذرة طيبة. فهنا الإشكالية يا بحر. اسمع ابو صالح، اريد مثل ما سمعتك اسمعني، اسعتني يعني اكثر قناة، اكثر انه اكثر شيء طلعني معاك لانك طلع بي شب معاك، طلع يقول اني ها اصلي وها ومدري ايش ويوهوي على دينه. هذا انت خربت عقله، هذا ترى صار برقبتك يعني يا ابو صالح. لا والله انا اي واحد بده يترك هذه الشريعة حطها برقبتي، يوم القيامة أقول محمد صالح مسؤول، هو اللي بيدفع، وأنا على بهذه الرقبة داخلكم كلكم الجنة، وراح تشوف إنه الطريقة اللي بيتبعها محمد صالح أقرب الطرق إلى الجنة، والطريقة اللي بيتبعها هؤلاء إلى جهنم وبئس المصير، إذا كان في حاجة اسمها جهنم وبئس المصير. يا أخي أنت والله أنت فكر فيها، فكر فيها، محمد صالح اللي بحياته ما اغتصب طفلة أفضل، ولا محمد بن عبد الله اللي اغتصب طفلة عمرها 9 سنوات؟ ما اغتصب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اغتصب الرسول، تجوز جيزة. والله اغتصبها يا أبو صالح، تجوز جيزة على شرع الله عز وجل يا رجل. بنتك يا أخي تجوز جيزة على شرع الله عز وجل. بالله عليك يا أنا شوف أستحلفك بالله، ترضاها لبنتك؟ والله ما ترضاها لبنتك، ترضاها لنفسك، والله ما ترضاها لنفسك يا أخي. ما تزوج طفلة، تجوز طفلة الأم الوعيت تجوز تأخذها، أنت جاعد تقنع بالمسلمين عمر 99، أنت جاعد تخرب هذولا. دعش بي معاك 1900 مشاهد كلياتهم، هذولا جاعد تغير مخهم وعقولهم. ما بغير حدا، الناس مش حمير عشان أنا أغير مخهم. أبو صالح أنت الأم عقل. اسمع لحظة، الناس عندها عقل، تسمع كلام محمد صالح وتسمع كلامك وتسمع كلام الشيخ وتسمع كلام الإمام وتسمع كلام السيد وتسمع كلام المفتي وتسمع نشرة الأخبار وتشوف فيلم وتشوف مسلسل وتشوف أغنية. الناس مو حمقى عشان أنا أغير أفكار، الناس مش أطفال، عرفت كيف؟ الناس عندها عقول ومخ وتقدر تختار لنفسها الطريقة اللي تناسبها، عرفت كيف؟ فبطلوا هاي عملية الوصاية على الناس، الناس مش حمقى عشان واحد مثلي يطلع في التيك توك يغير مخه. الناس ناس جمال، ناس عقلاء، ناس يعني عندهم أخلاق، عندهم إنسانية، يحتاجوا أنه يسمعوا من كل الناس. لا تخاف. شوف أبو صالح والله أنت ما تغير غير الإيمان بالله ضعيف. كيف؟ أنت ما تغير إلا البي إيمان ضعيف، ما تغير غير هذا فقط. خير وبركة، عرفت علي؟ مبسوط والله، مبسوط على نفسك يا رجل، والله تغلى بنفسك يا رجل. مبسوط على نفسي، ولكن مبسوط على الناس اللي عندها جرأة انها تختار لنفسها اللي تناسبها. والله انت قسم بالله بي عالم ضعيفة جاعد انت شويونة ضعيفة. هي مو ضعيفة، اسمع والله بي اسمع تكسب يا عمي. انا اقول لك مثلا يعني أنت هذا الكلام اللي أنا ذكرته من الأول لحد الآن، عرفت كيف؟ ذكرت لك ما فعله الصحابة، ما فعله نبيك، ما فعله أخوي. كمل أنت لما تشرح. اصبر خليني لا تشوش. ذكرت لك ما فعله الصحابة، ما فعله نبيك، ما موجود في القرآن. يا عمي العم، أنت الآن في زمن الإنترنت، يعني
روح اقرأ هذا الكلام وشوف إذا أنت هذا الكلام اللي أنا بقوله كلام صحيح ولا لا. إذا كان كلام لا اللي بقوله صحيح خلاص روح شوف هذا. ليش نبيك نكح طفلة عمرها 9 سنوات؟ ليش كان يقتل الناس ها ويكشف عن عوراتهم عشان يشوف أنه عندهم شعر عانة ولا لا؟ ليش قرآنك هذا عنده بيقول للناس أولاد قحبة وأولاد شراميق؟ ليش القرآن بيسمي الناس بالحمير والكلاب والخنازير والقردة والحيوانات وكل هذه المسبة؟ هذا انت هل هذا الاله وهذا القران وهذا النبي ناس محترمين ولا ناس اخلاقهم بعافيه؟ فانت شوف انت تختار لنفسك اللي بدك اياه. تمام دخل بيك خلصت خلينا نكمل عادان. ابو التسع لما اخذ خديجه 9 سنوات لما انبلقت تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اول فعل. ثاني شيء تسمى بيدوفيليا. دقيقه خلنا نكمل. اني اللي بينكح طفله عمرها 9 سنوات هذا انسان ما نكح يا اخي. انت قاعد تخرب عقول المسلمين لساتين دول يفكرون صحيح عن نكاح لما انبلغت يا ناس. لا حد يضحك عليكم. قال تزوجني النبي وانا بت 6 سنين وبنى بي وانا بت 9. لا يضحك عليكم يا جماعه الخير والله العظيم. دهج علي ابو صالح بس دقيقه. مش مع عمي كل يوم انا بقرا له هذا الحديث بالسند وبالرقم وكذا. اليوم بس فقط انه انا جالس بالسياره مش بقري لهم بقرا لهم هذا الكتاب يعني عرفت كيف؟ انا الان جالس بالسياره وبتكلم. والا لو كنت بالبيت كنت قرات لك الحديث من اول لحظه لما عائشه اجت وقالت يعني تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين عرفت كيف؟ لين ما اجت من المرجوحه وكان معها اصدقائها وكيف عملت معها ام رمان وكيف غسلت وشها وكيف سلمتها للنسوان وكيف زبطوها وكيف بعدين سلمتها للنبي محمد ضحى. كنت اقرا لك الحديث عشان تعرف انه هذا الدين يعني دين معليش يعني دين حديث عظيم يعني حديث هذا الزبالة يا عمي. من الزبالة؟ يشرع الزواج على طفلة عمرها 9 سنوات. شو هذا الدين يعني؟ تمام هذا بالقرآن مكتوب. مكتوب في سورة الطلاق في الآية رقم 4. تمام يلا أصور آيات رقم خليك معاي تطلعها بشان أقرأها دقيق. أيوه أقرأها سورة الطلاق الآية رقم 4 يقول لك واللائي لم يحضن أجاز الزواج من الطفلة حتى قبل الحيض يعني. هذا قرآنك يا عم. لذلك عائشة تزوجها النبي قبل الحيض يعني. وما نعرف صراحة نكحها بعد الحيض ولا قبل الحيض لأنه ما يوجد أي دليل على أنها حاضت. وين رحت بحر؟ يلا جيتك يلا. وين رحت يا عمي؟ ناس منتظرة تأخذ الدور كثير. والله القرآن شايل أخوي حاط بخزانته. لا حاط القرآن بالخزانة. اي والله. ايش بدي أقول لك؟ والله إنك جعت تلعب على المسلمين قسم بالله. ما العب على حدا. بقول لك اللي موجود في قرآنك يا اخي. انت والله العظيم خربت عقول المسلمين. دحج ما اسمع ابو صالح اقول لك اياها. اتركك من هذه اللطميات. اذا بتحب لطميات اعطيك عنوان حسينيه تروح تلطم بها للصباح. لا لا اتق الله يا رجل. حسينيه واللطم دحج علي. بسمع انت لما تقول تمتاتي وتقول خربت عقول المسلمين كانك تقول المسلمين ما عندهم عقول يعني. هذه النظره الدونيه للمسلمين بطلوها يعني عيب. شو الساعتين بضعفاء بالايمان بناس ضعفاء. هذا الكلام اتركك. هذا الكلام تعرف هذا انت تقوله في المكان الغير صحيح. المكان الصحيح هو انك تذهب وتقوله لشو بيسموها معانا الاستاذ احمد ومعانا الدكتور خالد. مزبوط كلامك والله مزبوط. اول شغله ابو بكر الصديق وينك يعني؟ ابو بكر الصديق كان واحد مختصم مجرم. ايوه مزبوط كلامك يا عمي والله انت في. انا بتمنى انك تروح على دكتور نفسي وتفحص نفسك بس يعني. ليش اروح على دكتور نفسي؟ ليش انا اللي اختصبت النسوان ولا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إيه هذول ليش حارقين قلبك كل الاد لانه على لا مو حارقين قلبي. هم هذول حارقين نسوانكم كلها تحت ايديهم. لك نسواننا معززين والله نسوانكم كلها وقعت الحرة اكبر شاهد عليكم. انت مين قال لك اختصبونا؟ هما ابن كثير ابن أثير الإمام الطبري الإمام ابن عماد الحنبلي الإمام ابن الجوزي
وغيرهم الكثير صراحة من أئمة الإسلام، عرفت كيف؟ كلهم ذكروا كيف جيش يزيد الذي أتى وغزى المدينة في وقعة كان اسمها وقعة الحرة، كيف اغتصب بنات الصحابة أهل المدينة، بنات الصحابة اغتصب. اي والله كلهم، يعني انتم عادي عندكم، لانه هذا ولي امر ويحرم الخروج عليه. نحن يزيد ما بنحبه، ما بنامن بيزيد. لا لا يزيد ما يهم تحبوه، المهم انكم تطيعوه. لا نطيعه رغم انه كان يغتصب نسوانكم، عليكم تطيعوه مثل ما فعل ابو بكر البغدادي، يغتصب نسوانكم، عليكم ان تحبوه وعليكم ان تطيعوه، لانه كان خليفه لكم، يعني غصبا عنكم عن ابو شوارب. يعني هلا انت طلعت تحكي لي، سالتني سؤال وبلشت تحكي جريده، انت سالتني سؤال عن اليزيديات، مين اختصر اليزيديات؟ اختصر ابو بنتين المسلمين من امثالك. ها المسلمين، يعني انت بتحاسب المسلمين كلهم؟ ما بتحس يعني هلا وينك واحد مسيحي تافه عم يكلمني هون بيمثل المسيحيين انه هو والله اي مسيحي، اي مسيحي مهما كان قندره، شوف راح اقول لك شغله، اي مسيحي مهما كان قندره يبقى اشرف من هذول الناس اللي راحوا اختصبوا اليزيديات. برافو عليك، ايوه. ولا انت لانه بحياتي انا ما شفت مسيحي بحياتي، راح رغم اني شفت ناس مسيحيين من المافيا، شفت ناس مسيحيين في قله الاجرام، بحياتي ما شفت مسيحي يروح يعني يغتصب حدا باسم المسيح، بحياتي ما شفت هذا. ما انا فقط شفت المسلم يروح يغتصب انسانه ثانيه باسم الله ورسوله. منافقين هذول، الله زك بالنفاق. لا هذول منافقين، هذول كانوا يقتدون لحظة يا عمي هذول كانوا يقتدون بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد كان يعمل نفس الشيء. مين هذول؟ كل من يختصب باسم الله وباسم الرسول هو مقتدي بمحمد، لأن محمد كان يفعل نفس الشيء. أيوة كان يختصب. أي والله كان يختصب، يموت بالاغتصاب عليه الصلاة والسلام. عمو هذا زلمة كل واحد عم لي كبس وانت عامل لي هون. عمو انا مستعد ناقشك من هون لصبح، بس تحكيني بالدين، انت ما تحكيني بروايات وقصص عم تخترع من عالم. هو دين غير الروايات الان، هذا في صحيح البخاري. بدنا نحرق الكل في صحيح البخاري ومسلم. نبيك كان يموت في الاغتصاب. شو بتعمل لكم يعني؟ نبيك اختصر طفل عمره 9 سنوات، عمر الخطاب اختصر طفل عمره 10 سنوات. نبيك راح يقتل ناس. اسكت شوي طفل الراديو. لما باخذ بنتك بالشارع مجالس في المسجد، طفل الراديو. الزواج غير اللي بقول لك، طفل الراديو شوي. نبيك اغتصب وحدة، قتل أبوها وزوجها وأخوها، وبعدين إجا دخلها في الخيمة واغتصبها عادي عندكم. من هي؟ صفية بنت حيي. قتل أبوها بالجاهلية، يعني حرب. لا مو بالجاهلية، أبوها كان يهودي، قتلها وقتل أخوها وقتل زوجها، ولما وهي كانت في سهم واحد ثاني من أصحابه، فإجا أخذ من صاحبه وقال روح اختار غيرها من النسوان، وهو اللي نكحها رضي الله عنها. أيوة. أم المؤمنين صفية كان بيموت في النسوان صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلمين وينك نزار أبو نزار، المسلمين اليوم إذا أرادوا أن يطبقوا الشريعة راح يتحولوا إلى مختصبين، لذلك يعني جرمت القوانين الدولية أنك تطبق الشريعة، لأنه راح يحولك إلى إنسان مختصب مجرم. أيوة صح كلامك، والله صح. ما أنك شايف حاملين أسبابنا ولا قدين، وين في فتحة بدنا نسدها؟ صح كلامك. ما انك شايف انه نحن عم نغتصب بالطلعه وبالنزله؟ طبعا تغتصبون، ولكن يعني لما راح عندكم القوه دكت رؤوسكم بالصواريخ وبالقنابل وبالدبابات وبالطائرات، احترمتم حالكم، صرتوا تنهزمون الى اوروبا. مين قال لك انهزمنا لاوروبا انت؟ والله كنت تعال هذا اوروبا مليان من امثالكم. في مجال تاكل هوا لوضح لك شو معنى هالكلام هذا تستفزوا فيه الناس؟ اوروبا مستفاده من جيتنا الها. اوروبا فتحت لكم الفلوس من الامم المتحده. لحظة. ابو نزار لحظه شويه. اوروبا فتحت لكم ابوابها، جيتوا تاكلون بصحن او بتلصقون فيها. انتم ناس ما عندكم مروءه. مين قال لك الكلام هذا؟ نفزق بصحن، شايفنا حاملين السيف وحاملين بالشوارع. ما تقدرون، في اوروبا ما في سيف. اول شغله اعظم في اوروبا اذا حملتوا السيف واردتوا تغتصبوا. لحظه يا ابو نزار. في اوروبا ما في اغتصاب. في اوروبا مثل ما بيعملوا عقم للكلاب وللقطط
عشان ما يخلفوا، لو حدا منكم فكر انه يغتصب يقطع له قلقوله يضربوه ابره يخلوه يصاب بالحكم. انت 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 راح يكون انت وعنايات نفس الحاله. شوارع دعاره نحن ما مضوا عليها باوروبا، شوارع دعاره شو عم تحكي انت؟ لك 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 انت بس، انت بس شاطر بدك تهدر يعني حكينا بس، وعلى اساس انك انك بتحب الدين وعلى اساس انك انت لا تفقه شيئا من الدين ولا تعرف شيئا من الدين وليس فيك. لا والله انا بعرف كثير من الدين، والدليل انه انا بقول لك ما فعله رسولك انت خجلان تدافع عنه صراحه. لمين انا بدافع عنه؟ بس انت ما عم تخلي حدا. انت 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 جاوبني، انت انت بتدافع عن عن الرسول لما كان يغتصب النسوان؟ امتى اغتصب النسوان؟ ها؟ امتى اغتصب النسوان؟ لما كان يقتل رياجيلهم ويسبي نسوانهم. ها يعني انت نحن بمعركه حرب، وشلون المراه ابنت وتزوجته وصارت من ام المؤمنين؟ قتل ابوها. ما سامعك والله يا ابو ابو نزار، اصرخ شويه. ايه فاهم علي، قتل ابوها وعمه وجده، وهي ليش ردت تتزوج الرسول؟ ما رادت تتزوجه، كانت عبده عنده، ما عندها خيار، افهم. اه ما عندها خيار. طبعا ما عندها خيار. وحده اسيره، اسيره ما حقيره ذليله، هي هي مركوبه مركوبه، ما عندها خيار. ما عندها مشكلة يعني تركب يعني انت بتعرف. طبعا ما مو ما عندها مشكلة لانه هذا مو هي والسبية. عرفتي عرفت كيف؟ ايه مزبوط كلامك والله. سبية كلامك. سبية يعني يعني نكاحها نكاحها جائز للنبي ولاصحابه. ايوه ما انك شايف احنا المسلمين شو بنحب ننكح، نازلين نكح ليل نهار. انتوا انتوا المسلمين ما عندكم حاجة تعملوه في الحياة غير النكاح. امانة برقبتك. ايه والله العظيم. كم واحد نكحك لهلا؟ شوف يا ابو نزار. كم مسلم نكحك؟ خلينا نكون شو شو بتقول؟ خلينا نتكلم على ايام الصحابه. لحظه شو قلت شو قلت كلمه قبل هذا؟ كم واحد نكحك؟ فهمنا. كم واحد شو؟ نكحك الك. آه شفت حتى اخلاقكم كلها هكذا. انا بكلمك في دينك. طيب انت عم تحب انت عم تقول ان احنا بكلمك في دينك. على هو واحد نكحك يا عمي. انا عايش في اوروبا، انا اللي يقترب مني الان يقترب مني الان راح يلاقي نفسه في السجن على طول. عرفت كيف؟ انتم ما تقدروا تعملوا شيء هون. انت باوروبا، اوروبا اسكت يا ولد اسكت. عرفت كيف؟ اوروبا الانسان ما يحتاج يخاف على نفسه. عرفت كيف؟ فبالتالي المسلم مثل غير المسلم، اللي اللي يخالف القانون يجون ينكحون، عفوا يجون يقطعون قلقوله ويحطوه في في السجن. عرفت كيف؟ حاول تفهم هذا الكلام. قديش عدد سكان السويد؟ والله عدد سكان السويد مش مهم، المهم انه مستقبلين 1,200,000 مهاجر. عرفت كيف؟ 300,000-400,000 منهم مسلمين. 300,000-400,000 منهم مسلمين. اسكت شوي يا ابو نزار اسكت. 300,000-400,000 راح اسكت شوي بتكلم. 300,000-400,000 اسكت يا ولد. 300,000-400,000 منهم مسلمين، كلهم عايشين على ضرائب الخنازير وضرائب الخمور وضرائب كلها أمور محرمات. عرفت كيف؟ السجاير واللحم الحرام وكل هذا الكلام. وعادي عندكم دينكم بعتوه لما جيتوا لأوروبا، فلا تجي تعملون فيها متدينين. هذا ديننا بعناه لما جينا أوروبا. صح كلامك والله. يعني هاي الضرائب حرام يعني؟ لا لا مش حرام، هذه الضرائب حلال ولكن مو للمسلم. ها طيب حكيهم لهم، حكيهم لهم. ليش ما بتقول، ليش ما بتقول اوروبا اخذت على ابو نزار 5 مليون صرفته لسنتين وبعدين عم تعطيه المصاري من الامم المتحده واكبر داعم للامم المتحده؟ اوروبا شافتكم شافتكم هذا الكلام. لا مسكر الحدود قدامكم اسكت شوية بدون كذب. الآن أوروبا بتاخذكم واحد واحد وبتركبكم للبغال السريعة الغير طائرة وترجعكم لبلدانكم. أول ما يركبوكم البغل تجلسون تبكون يعني عادي. ليش؟ لأن بلدانكم بلدان خزي، بلدان الشريعة هربتوا منها، لأن هذه البلدان ما 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 استطاعت أن توفر لكم حياة كريمة. طيب خليني أحكي لك أنا، ولا أنت بس بتحكي لي الحكي؟ لا بس أنا اللي بحكي. لأنه أنت ما بدك تسمع. السعودية استقبلت 10,000 سوري. السعودية استقبلت 10,000 سوري وأنا منهم وخدمات 5 نجوم. أنت 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 الآن في السعودية يا أبو نزار؟ أنت ما تفهم شيء. أبو نزار أنت في السعودية؟ لا أنا هلا بأوروبا، وأوروبا جابتني على حسابها. أقول لك ليش ما بقيت في السعودية؟ ليش جيت لبلاد الكفار؟
اوروبا ترجتني ليش ليش ابو نزار ابو نزار ليش ما جلست في بلاد الحرمين وجيت لعند بلاد الكفار والشقراوات ها؟ ولكن خرب بيتكم انتم منافقين انتم لانه نحن شعب مو جايين السعوديين بدهم يطعمونا ويسقونا انتم شعب انتم شعب السعوديين ابو نزار اسكتوا شويه ابو نزار اسكتوا شويه لحظه ابو نزار انتم شعب لو بقيتوا في السعوديه كنتوا راح تتحولوا الى متسولين لان السعوديه ما بتصرف على حدا اسكتوا شويه بتكلم لما بتكلم لا تتكلم ما شاء الله عليك يا صالح لا لا تتكلم لما بتكلم اسكت عرفت اسكت شويه خليني اقول لك الفكره لو بقيتوا في السعوديه كنتوا راح تتحولوا الى متسولين عرفت كيف ما لان السعوديه ما بتصرف على الناس البطاله عرفت كيف ما انا شايف ما انا شايف بلبنان الشعب السوري وين ما راح بينما في اوروبا في اوروبا عرفت كيف وفي السويد على وجه الخصوص بيجيبوكم يحطوا لكم سكن بيطعموكم بيشربوكم بيدخلوكم مدارس بيعالجوكم بيعملون منكم بني ادمين عرفت كيف ثم بعد هذا تنقلبوا عليه هذا هذا هو طبعكم طبعكم انتم في العالم الاسلامي كلكم هكذا تقريبا نادرا ما تلاقي انسان محترم طالع يعني بده يكون انسان محترم ويعيش وفق القيم الانسانيه لا لا اللي بدكم اياه تعملوه هو ببساطه شديده انا بدي انا ما عاجبني السعوديه ليه لان السعوديه بدها انسان عامل انا لازم اعمل هناك لما حسيت لما كنت في السعوديه كان مدعوس على ابو راسكم كل الشعوب العربيه لما هي تروح للسعوديه كلها تطلع تقول قديش عنصريين قديش يا اخي انا عشت هناك 20 سنه ما اعطوني الجنسيه 25 سنه اولادي في المدرسه ما اعطونا الجنسيه يعني ما عندنا حياه هناك يا اخي شو هذا الشعب ها ورغم ذلك طلعت لاوروبا 3-4 سنين اخذت الجنسيه عملوا منكم بني ادم علموكم اللغه اعطوكم فرصه تشتغلون اعطوكم فرصه تكونوا بشر يعني ناس هكذا انسانيين ولكن يعني اللي بطبعه ده ما بيغيروا يعني اللي بدنه الطبع هكذا ما بيغيروا فاللي بيصير ببساطه شديده يا ابو نزار انكم جيتوا لاوروبا بعد ما سووكم بني ادمين الان انتم يعني تبصقون في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الصحن اللي اكلتوا منه وهذا طبعا يعني هذا كله طبعا يعني دؤوب لكل الناس الذين يتمسكون بالشريعه الاسلاميه وفيهم كل هذا النفاق لان رسولكم اخزاكم يعني فضحكم امام الناس رسولكم قال لكم انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين لا تتراءى نارهما عرفت كيف بينما انتم عادي جدا عندكم تعالوا عيشوا بين المشركين ليش لانه ما يهم لانه شعب منافق امم منافقه هذه الحقيقه يا ابو نزار مش ذنبي انا انه هذا حالكم هذه الأمة الإسلامية من يوم ما شافت نفسها هي عايشة عن النفاق تكلمني عن النسوان خلفاكم نكحوا نسوانكم هذا خليفتكم يزيد بن عبد يزيد ابن معاوية نكح نص نسوان المدينة حتى أنه حبل منهم نسوان عرفت كيف جيش الإسلام جيش الخليفة جيش المسلمين عرفت كيف رمى الكعبة بالمنجنيق وانتم ساكتين صاغرين حقراء ولا تفتحون ثمكم عرفت كيف اغتصب نسوانكم ولا فاتحين ثمكم قتل ابن نبيكم ابن بنت نبيكم ولا تقدرون تفتحون ثمكم هذه الحقيقة هذا هو دينكم المخزي فبالتالي لا تعملوا فيها متدينين الآن انتم متى صار عندكم ولي أمر حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك عليك أن تسمع وتطع عرفت كيف انتم منين عرفتوا شيء حاجة اسمها الحرية الحرية أول ما عرفتوها كان في أوروبا لانه وقتها فقط حسيتوا انكم صرتوا بشر، انتم وين كنتوا عايشين بشر؟ هذه سجون بشار الاسد، شوف شو كان بيعمل فيكم. حتى سجون السعوديه، سجون اليمن، سجون ليبيا، سجون صدام حسين ولا سجون الميليشيات الشيعيه الان اللي موجوده في العراق. منين انتم عارفين معنى الانسان؟ انتم ما عندكم حاجه اسمها انسان، كلكم عبيد، كلكم عايشين في عزبه كبيره في هذه الدول، كلكم انتم عبيد للعمده. العمدة هو الحاكم يعني سواء كان بشار الأسد أو غيره أو البغدادي البغدادي يوم ما كان يحكم لو كان ينكح 3-4 نسوانكم ما كنت ما كان فيكم رجل رشيد يقدر يطلع راسه عرفت كيف
هذه الحقيقة. ولذلك لما نكلمكم عما صار على اليزيديين متبلدة مشاعركم. ليش؟ لأن ببساطة شديدة ما بيفرق معاكم، العرض عندكم مش موجود. لذلك أنتم الآن هذا من 75 سنة بتشوفون الإسرائيليين بيقتصبوا بلادكم، بينتكوا أعراضكم، في عندكم أبو شوارب طلع؟ ما عندكم أبو شوارب، فلا تجوا تعملوا فيها الرياجيل. أنتم هم هكذا، أنتم هذا حالكم، تقبلوها، تقبلوا أنكم هم ذليلة. الله ذلكم في هذه الدنيا قبل الآخرة، حسوا على دمكم شوية. لكن هذا شيء جيد، جيد. تعرف ليه جيد؟ لأنه ببساطة شديدة أنتم بهذه الطريقة، بطريقتكم الغبية والمنافقة، جالسين بتسرعوا في إنهاك شريعتكم الحمقاء. لا بلا يا محمد صالح، خلصت حديث صار لنا ساعة. لا لا خلصت لسه، عندي كلام كثير. تفضل تفضل محمد صالح، تفضل. المقربون معه. سكر المايك عندك، سكر المايك. الله يحفظك. حاولوا تتعودوا على أسلوب المساجد، في فقط واحد بيخطب، البقية كلهم جالسين يسكتوا. مقلد. يجلس هكذا مقلد. هذا أسلوب المساجد. أنا ابن المساجد. تعلمت هذا شيء من علمائنا ومشايخنا. ما في رأي إلا رأي الإمام ورأي الشيخ. كلكم عبيد يعني هكذا. ما عندكم أي حاجة. فقط تسمعوا وتطيعوا. فبالتالي ما عندكم اي قدره. لذلك اي حاجه نكلمكم اياه في الدين ما بتعرفوه انتم. ليش؟ لانكم مقلده، ما عندكم دين اصلا. اسكت يا ولد، اسكت شوي، اسكت. عرفت كيف؟ ما عندكم حاجه اسمه دين اصلا. انتم يوم تعرفون الدين؟ تعرفون الدين؟ لما وعمي ما بتعرفون الدين، ولا عندكم دين، ولا من يحزنون، ولا اي حاجه، ولا بطيخ، ولا استحوا على حالكم شويه. دينكم ديناركم شوي. شو هذا دينكم؟ ما عندكم شي دين انتم. منين راح يجيكم دين اصلا؟ يا نهار السود على ايامكم السوداء اللي جاية. طيب ابو نزار، خلينا ناخذ مشاركات الاخوة. شكرا لمشاركتك. لا صراحة انت عندك نقص صراحة جنسية، لانك معوق. واضح من اسلوبك يعني. واضح صراحة. أيوة يعني هل النبي محمد طيب كان كمان عنده لنا إنجازاتك؟ عشان النبي محمد كان يعتقد أنه كان بيطمع 9 نسوان في ليلة واحدة وبيغسل واحد يخرب بيت القرار. نبيكم تعرف شو كان بيعمل؟ إنجازاتك محمد، إنجازاتك مقابل إنجازاتك. لحظة محمد، عدد لي إنجازاتك. شو كان بيعمل نبيكم؟ ما هي إنجازاتك؟ خليني أحدثك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لما كان يبدو ينام مع ما أخذ النبي محمد، صرت النبي محمد من إنسان مقعد. كيف؟ صراحة كيف؟ ما أخذها منك، أخذها من الشيوخي. ليش أخذها منك؟ أشوف البخاري. أنت عاجز، البخاري يطوف، أنت على عاجز أن تغسل مؤخرتك. 11 مرة في ليلة واحدة بغسل واحد، يعني كان يتحول الى سردينه المسكين يعني عليه الصلاه والسلام. لا انت لا تقارن بمحمد عليه الصلاه والسلام. انا طبعا ما اقارن. انت انسان ضعيف، انا منين عندي قوه اني انام 11 مره في جنسي في نفس واضح. واضح واضح. يعني تؤول عليه. لا مو اول. النبي محمد كان يطوف على 11 مره في ليله واحده. انت مش مشكلتي انه انتم ما عندكم معلومات في دينكم، انه خجلانين من فعل نبيكم المخزي. عرفت كيف؟ أنا مش ذنبي أنه أنتوا لما بتحاولوا تدافعون عن نبيكم لازم تتهجمون على إنسان آخر. أنا ما جبت كلام من رأسي ولا كلام من جيبي. أنا بقول لك اللي موجود في صحيح بخاري، واللي موجود في صحيح مسلم، واللي موجود في عند أصحاب السنن، واللي قاله علماؤكم. اكتب الآن في الجوجل إذا أنت صادق، اكتب يا أبو خالو، اكتب شوف، قول محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني هل كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ ستجد العجب العجاب. ستجد أن النبي محمد كان يتحول إلى سردينة في آخر الليل. يا عيني، الله يكون بقوته، يكون يعني ما يعني هو كان يعني عظيم صراحة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجل عظيم. مين اللي يقدر أنه يطوف على 11 وحدة في نفس الليلة؟ ما في حدا كان يعملها صراحة. يعني الآن أنت مثلا جيب لي أقوى رجل جنسيا في العالم يقدر كل يوم كل يوم كل يوم ينام مع 11 وحدة. حتى اللي عندها حيض ما كان يعتق، سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم. يعني حتى اللي كانت عندها حيض، هذه المسكينة الطفلة، تتذكر الطفلة زوجته الصغيرة الكتكوتة هذه عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضوان الله عليها،
كان حتى هذه ما كان يعتقها وهي عندها حيض يعني، فحتى هي كشفته يعني في يوم من الأيام، قال يعني كان بيجي يأمرني أن يتزوج. تصور نبي بيأمر طفلة أنها تتزر عشان يمارس معها الجنس لما تكون عندها الدورة الشهرية. أنت مستوعب كمية القباحة اللي عندكم؟ مستوعب أنت نبيك شو كان بيعمل؟ مش أنا هذا الكلام، مش لأنه أنا عندي عقدة نقص، ولكن لأنه أنتم عندكم قذارة. النبي الذي مفروض أنه يكون أطهر البشر يعلمكم على أقذر الأمور. هذه البنية اللي كانت عندها الحيض اللي ما تعرف تتوجع، بطنها تتوجع يعني، بتكون عندها الصعوبة، تكون عندها الصداع، يكون عندها مشاكل في منطقة الرحم كذا، لا النبي محمد ما كان يعتقها كل ليلة كل ليلة. رغم أنه عنده نسوان ثانية سبحان الله يعني. لذلك يا وينك يا محمد، لذلك انت يعني كنت مضطر انك انت تتقبل هذا الكلام، مو كلامي، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحاح. تكلمت اللي عندك. اذا شخصنت راح انزلك. فضفضت. جبت لك شلة الامة الاسلامية كلها الان، يعني احنا الان نستطيع ان نختار خليفة بيناتنا. ما عندك مشكلة انت، بس مرحبا. كمل بالك سالفة، كمل لو سمحت، كمل. شو؟ بكمل كنت تحكي، كمل سالفتك. تشوف شو بتقول انت يا اخي؟ كنت بتتكلم انت، كنت تحكي، كنت تسولف. اقول لك يا عمي، اقول لك انت الان بطلوا انكم للمفروض تروحوا للامام المسجد وتقول له انه يا شيخ ترى في واحد اسمه محمد صالح خرب عقول المسلمين، ولكن تجي تقول لي انت بتخرب عقول المسلمين، اقول انتوا اصلا عقولكم خربانه، انا بحاول اصلحها لكم، واقول لكم طلعوا منها كل هذه القاذورات، ما تحتاجوا انكم تؤمنوا بان نبيكم نكح طفله عمرها 9 سنوات، يعني عيب هذا الكلام صراحه. الحمد لله رب العالمين، والله منهجنا منهج إسلامي فضل من الله عز وجل. أكيد منهج وماشين إسلامي، وهذا المنهج الإسلامي وماشين وداكم في داهية وماشين على سنة الله ورسوله، عرفت علي شلون؟ وماشين على سنة الله ورسوله، هذا سنة رسول الله عرفناها، شنو هاي سنة الله؟ يا أخي أنت جاهز تمسخر، تمسخر الله. والله انك تمسخر على الدين يا اخي، والله ساعتين. جاوبني جاوبني، هاي سنة رسول الله عرفناها، ولكن شنو هاي سنة الله؟ سنة الله ورسوله. شنو يعني سنة الله؟ كتابة الله عز وجل. النزل على رسول الله عليه وسلم. كتاب الله ما اسمها سنة الله. بحياتك شفت حدا بيقول عن القرآن سنة الله؟ لا. يا أخي والله اتق الله يا رجل، والله اتق الله. هذه جملة خبرية ولا جملة شو هذه الكلمة؟ أنت طيب جاعت تستفيد منها. سؤال بصالح، أريد أسألك سؤال. لا أريد أسألك. شكرا لك يا بحر، يعني نعطي الفرصة للأخوة والأخوات. شكرا كثير لك لحوارك حبيبي. دكتور خالد كيف أحوالك يا أبو عمو؟ سيدنا أستاذ محمد، إزيك يا أبو عمو؟ أخبارك؟ تمام، تسلم لي. وردة، أنا جاي طالع معك بس في كلمتين ونازل. أيوة تفضل. كان هروح الشغل بس لقيتك بتتكلم على يأجوج ومأجوج. أيوة. فقلت بقى لازم يعني نقول للناس إيه يعني يأجوج ومأجوج اللي أنت اتكلمت عنهم دول، نظامهم إيه، والحديث اللي ورد عنهم في الصحيح إيه. الحديث اللي ورد بيقول إن دول ناس كانوا ناس شر، فجيه عمك ذو القرنين اللي محدش يعرف عنه حاجة، اللي كان وثني وشاذ. كان وثني وشاذ. مش هو لا. المهم هذاك واحد ثاني. المهم لما بلغ الحتة اللي بتغرب عندها الشمس في عين حامئة، فقالوا له احنا عندنا يأجوج ومأجوج هنا، الناس دي شرانيين، فشوف لنا حل. فقال لهم اتوني زبر الحديد. طبعا كلمة عشان بس محدش. لحظة شو؟ زبر اتوني زبر الحديد. يا راجل يا راجل اقرا جيد يا راجل، شو بتقول انت؟ ما متوقعنيش في الغلط، بس خلينا نكمل. في اكثر من هيك غلط؟ شو قلت انت الان يا عم؟ ما قلتش اي حاجه يا عم، انا قلتها مره ما قلتش اي حاجه تاني.
ياتوني اخر مره ياتوني زبر الحديد. يا نهار اسود على زبر الحديد. يا نهار اسود على شو هذه. فعمل عمل سد بزبر بكذا الحديد بكذا الحديد. وده كان ينقط ولا كان يغرف منه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود على الايام اللي احنا داخلين فيها. فطبعا عمل لهم السد عشان ايه؟ يدار على الناس، الناس اللي يعني يحبس الناس ديت اللي هم الشرانيين اللي الناس عايزينهم يتقوا شرهم. عمل لهم السد، وطبعا زي ما انت قلت الاقمار الصناعيه وناسا والناس كلها عرفنا اللي تحت الارض وفوق الارض وفي البحار وتحت البحار وفي السماء وفوق السماء، الناس دي فين؟ ما حدش عارف. المهم بالضبط. المهم اللي بيحصل ايه بقى؟ زي ما انت قلت الحديث بقى بيقول ايه؟ بيقول ان هم كل يوم بيحفروا في السد ده. الحديث بيقول حتى يكادوا يروا شعاع الشمس. صح. فيقول كبيرهم بقى القائد بتاعهم ارجعوا عندهم نكمل قائد. طبعا ارجعوا نكمل غدا. حلو. فيرجعوا تاني يوم فيجدوه اشد مما كان، يعني رجع تاني عيني اشد من الاول. حلو. خلي بالك بقى، شوف بقى عشان تعرف الخطة معمولة ازاي. حتى يأتي الوقت الذي يريد الله ان يخرجهم بقى، الوقت اللي هو مقرر يطلعهم. ايوه صح. فيحفرهم حتى يجدوا شعاع الشمس زي الاول. فيقول كبيرهم ارجعوا نحفر غدا ونكمله ان شاء الله. يستثني بقى المره دي بقى. ايوه يقول ان شاء الله وقتها. يرجعوا بقى يلاقوه زي ما هم كانوا سايبينه، فاضل فيه حته صغيره. حلو. يحفروا بقى عشان يطلعوا. فيعودون اليه بقى إيه؟ كهيئته حين تركوه، زي ما كانوا سايبينه ورجعوا لقوه. اللي لسه فاضلهم بس فاضل حته صغيره عشان يطلعوا. يعني يرجعوا بقى فيعيدوا فيحفرهم فيطلعوا بقى خلاص طلعوا، لان الله اللي امر. فيخرجون على الناس فينشفون الماء، يشربوا الماء اللي قدامهم كلها، ويتحصن الناس في حصونهم، الناس يخافوا يستخبوا منهم يروحوا في الحصون. شوف بقى اللي جاي، الحته اللي جايه دي مهمه قوي. فيرمون بسهامهم الى السماء، ياخدوا كده سهام، طبعا ما تعرفش برضو السهام دي جاي لهم منين. المهم والحديث بيقول كده بعد، يعني بقى اذا كانوا هيطلعوا يوم القيامه يعني، فترجع السهام مخضبه بالدماء. السهام ترجع من السماء وعليها دم. مين اللي بقى من اللي تتوقع كده؟ مين اللي حط عليها الدم؟ تتوقع يقول لك الله عشان يعمل فتنة. بترجعها على دم ليه؟ بترجعها على دم ليه؟ وبعدين انت عايز تفتن مين؟ هو سبحانه كأنه بيغششهم شغلة عشان يسقطوا. يعني انت بترجعها على دم ليه؟ انت بترجعها على دم ليه؟ يقول لك اصل هو ايه؟ اصل هو عايز يفتنه. فهم يقولوا ايه؟ قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. احنا يا جماعة قهرنا اللي في الارض وخلاص موتنا اللي في السماء. طالما قالوا كده بقى يبعت لهم الله نغف ميكروب كده او بكتيريا في اقفائهم في القفه بتاعهم فيهلكون. الله. هذا يا باشا يأجوج ومأجوج باختصار. بس انت اللي ما ذكرته هنا في القصه، لانه هذا الحديث رواه كذلك مسلم مفصلا. شو قال؟ قال لك انه طبعا في البداية يخرج رجل بين الركن والمقام ويبايع الناس ويقاتل، وطبعا قبل ذلك تعرف الأحاديث المهدي محمد بن عبد الله يقاتلون الروم. لا ده شو بيقول الحديث؟ ما يقول تقاتلون الروم، يقول تقاتلون عدوا يعني مع الروم، يعني هكذا من خلفكم، ثم ينقض الروم يعني عهدهم عندما يقتلون مسلم، فينقضون العهد فيأتونكم تحت 80 غاية. ثم بعد ذلك هناك حديث كثيرة تأتي أو حديث كثير، ثم بعد ذلك يخرج فيكم الدجال. وعندما يخرج الناس ويقاتلون الروم
وإذ هم يعني في هذه اللحظة يخرجون إلى يخرج عليهم الدجال، ثم لما يخرج الدجال بيصير الفتنة، وبعدين ينزل عيسى، ولما ينزل عيسى ويقتل الدجال وكذا يقول له الله إنه روح أنت والناس اللي معك، يعني خرج مجموعة من الناس لا قبل لكم بهم، فيروحوا هم وال شو بيسموهم المؤمنين بيختبئوا في الطور إذا حسب ما أذكر، وما نعرف عدد المسلمين كم هو في ذلك الوقت، فيخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعدين تجي عليهم النغف، ثم بعدين يرسل عليهم الله الطائر، ما أدري شو اسم الطائر هذا، عشان ينظف الأرض منهم، لأنه هو طبعا إذا الأرض امتلأت منهم هذا الطائر وين راح يوديهم، يعني وين راح يودي هذول الناس يعني. ثم بعد ذلك طبعا ينزل الله المطر ويقول للأرض ردي إليك بركتك، فحتى يأكل الناس تحت الرمانة ويستظلون بظلها. عيسى عليه السلام النبي المدلل. هكذا الأمور يا دكتور. قبل ما انزل برضو عشان أفكر الناس، عشان لو حصل الموضوع ده وأنا فيكم تبقوا برضو قلت لكم على كل حاجة. لو بما انك ذكرت الدجال، يعني الدجال اعور والهكم ليس باعور، عشان تبقوا عارفين الهكم ليس باعور، يعني بس عينين. ومكتوب بين عينيه كافر، بس عشان تبقوا عارفين شكله، عشان ما حدش يخدعكم، مش عشان موت واحد واحيا واحد ومعاه جنه ونار يبقى اله، لا هو اعور وإلهكم يا مسلمين ليس بأعور، بس أنا قلت لكم أهوت، واللهم قد بلغت اللهم فشل. وكمان أستأذنك عشان عليكم اقرأوا عليه بدايات سورة الكهف، يعني بدايات سورة الكهف والأمور راح تكون جيدة يعني. وغدا قلت على قراءة سورة الكهف في احتمال أن والله ينجيك من فتنة الدجال. حبيبنا أستأذنك ونسيبك مع متابعينك. شكرا لمشاركتك الجميلة حبيب. محبات، يا أهلا وسهلا. هلا، السلام عليكم. وعليك السلام يا أخا كليب. يا أهلا فيك يا هجرس. أنا لست هجرسا، فهجرس هو ابن أخيك. معناته أنت قط. ولست قطا، فلست أعترف لا بالجاهلية ولا بالأذول المتخلفين من المسلمين. هلا رح اسالك سؤال، انت عم تسال، وانما اعترف بالانسانيه يا ابو عمو، ما بسميش نفسي على بتعترف بالانسانيه. هلا انت مقيم بالسويد صح؟ هلا قلت له للعالم انك انت معوق بالسويد، انك انت سروي قاعد على السوسيال عم يعطوك مصاري وعطينك سياره قلت لهم وتقعد تقول محمد وفلان وعلان، فهموا لهي العالم انت فهمهم. لا تقول اسكت يا ولد، اسكت ولا تقول له اسكت يا ولد. إذا فكرت المايك راح أنزلك. معوق قاعد عم تاخذ مصاري. طبعا معوق، شو أسوي؟ احنا بنشتكي. الخلل من إلهك مش من عندي. الإعاقة هذه من إلهك مش من عندي. إلهك مختل، بيخلي ناس معوقين وبيخلي ناس أصحاء. معاق ذهنيا هو سبحانه وتعالى. الخلل مش من عندي يا ابو عمو. خجلان من دينه بدو يتكلم عن الاعاقه، يا عمي روح اتليل بدينك يخرب بيتك. صار لنا ساعه نقول لهم يا عمو انتم ما عندكم اخلاق، فهو بيجي يشوف صح اعلى بعد. السلام عليكم. اخي السلام. والله سيدنا محمد لو كان حصان يعني ما كان فعل يلي تتكلم عنه. يا اخي هاي الروايات كلها كذب وتدليس وانت بتعرف انت خير ابو حمزه. ابو حمزه ابو حمزه تعال الحضن اخوك، تعال الحضن اخوك وادخل في نادي الخجلانين. لا 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 ابدا مو خجلانين والله، يعمل لك انما انا ابو حمزه. ابو حمزه محمد ابو حمزه ابو حمزه ابو حمزه والله لو اخذ ظرف في العمامه وادخل في نادي الخجلانين ولا يهمك. لك يا استاذ محمد انت خير من يعلم، يعني كل التدليس هذا والله مو تدليس، مو تدليس في البخاري ومسلم يا حبيبي. لا كله تدليس، لعنة الله على البخاري ومسلم يا نار. إذا هيك ورد في إذا ورد هيك عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا أستاذ محمد الكلام غير صحيح. أنا بستغرب بعض المسلمين بيطلعوا بيدافعوا عن هالشيء، يعني كلام لا يدخل عقل.
والله بعد شوف انت هذا ربعك شوف انت النبي عليه الصلاه والسلام يقول على 99 مسلم يدافع عن هالشيء الطابور طويل والله كله تحديث احنا بنصفكم هنيك للمستقبل والله مسلمينا اغبياء كمان بيطلعوا بيناقشوا هيك امور وبيدافعوا عنها ليش برايكم ما بيدافعوا عنها لا اغبياء هذا هو اللي هيك هيك تعلموا ما بيشغلوا مخه يعني انت ما بتؤمن بالبخاري ومسلم والله لا اؤمن اذا ورد فيها هيك عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام والله ورد فيها اكثر من هيك بشكل كامل والله ورد فيها اكثر من هيك ورد فيها والله يا عيب الشوم على البخاري ومسلم وكل من يؤمن بهالترهات وهالكذب هذا والله كان يختصر طفل عمره 9 سنوات والله لعنه الله عليهم اذا تكلموا هيك عن سيدنا سيد البشر يا اخي أيوة انما الله. انا بشر مثلكم كلام أيوة واضح الله. القران يا اخي شو رايك هل تعتقد انه كان يقدر يمارس الجنس مع 11 مره في نفس الليله والله لو بياخذ ظرف كامل من الفياغرا ما بيطلع بايده يا اخي والله ما بيطلع بايده شو هالكلام هذا عيب 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 والله شوف ربعك تعرف انه هذا الكلام يدرس في الازهر وفي الجامعات الاسلاميه وفي كليات الشريعه يا عيب وفي المساجد إيه طب شو هاي أصبحت تجارة والله تجارة والله ما أنزل على سيدنا محمد يختصر في 10 صفحات مكارم الأخلاق والدين الصحيح فقط بس وينك أبو حمزة أبو حمزة خليني أسألك بالله عليك بس شو رأيك باللي يقول هذا الكلام من المشايخ والعلماء والله ما فيهم زرة مخ يا أستاذ محمد والله زرة مخ ما فيهم شو المشايخ والعلماء هاي والله شي بيخجل كلامك بالأمور الاجتماعية أستاذ محمد والله ترفع له القبعة وكلامك كله صحيح نحن شعوب مغيبة والله الله يعين هالشعوب هاي والعطر على أطفالنا الغبي بيورث غبي يعني قصتنا طويلة نحن بس والله ما بعرف شو بدي أحكي السلام عليكم أحسن شيء لك السلام يا أهلا وسهلا ما شو نحكي باقي حكي نحكي القرآن ترك لنا كلام نحكي كيف حالك أستاذ محمد؟ أنا بخير أنت كيفك؟ الحمد لله شوف أستاذ محمد هسه أنا مسلم تمام بس مرات بتجيني يعني تساؤلات كيف يعني النبي يعني محمد نكح طفلة عمرها يعني 9 سنين وهيك وكيف دخل على زوجاته بغسل واحد يعني كلهن 12 تمام يعني فمرات يعني بسأل الناس يعني هيك بقربوا لي هيك أسئلة وقعدوا يقولوا لي تتدخلي شوي أمور دين وممنوع تحكي فيها وزي هيك حكي أوكي تمام بس أنا حاليا مسلم بس ما بآمن الصراحة بهيك شغلات إنه كيف هيك خليك ما تؤمن بهيك شغلات عشان إنه مخالف للعقل يعني والإنسانية وشو نعمل إذا هذه الأمور وصلتنا بطريقة صحيحة أكثر من القرآن لو هاي الأمور صح معناته النبي هذا يعني كذاب مع الأسف الشديد نعم صحيح نعم غيره يا أبو عمو يعني شوف انا عمري 16 سنة يعني فتفكرش انه انا يعني صغير كثير خلاص شكرا لك يا حبيبي شكرا حبيبي والله انا اسف يا انسان واقعي استمر يا حبيبي فكر مثل ما تريد ولكن ما نقدر احنا نصاعد ناس من اقل من 18 سنة المعذرة حبيبي اهلا وسهلا بك واستمر ولا تسلم عقلك لهذول الناس يعني ولكن كل الأهل وكل المرحبا بيك يعني طيب عندنا مين من المسلمين من الناس اللي طالبين جيست مرحبا أستاذ محمد يا هلا وسهلا يا هلا صباحك ومساك وكل أوقاتك أنا من قلبي بتشكرك على كل لايف بتطلع فيه وبتشكرك إنه أنت عم تعمل هذا الشيء كرمالنا منشان هذا الجيل الجديد أنا ما فوت لك ولا أي لايف وبالعكس بحاول قد ما فيني اني شيره واعمل كل جهدي اني لا اكتر عدد ممكن اني اخلي اللايف يشوفه عندي بس سؤال واحد مين هم
ملك اليمين، أنا بصراحة لهلأ ما عم لاقي التفسير المناسب، دورت كتير بس كل شيخ له طريقته بالتفسير وكل حدا بيحكي وبيقولوا أنه ملك اليمين ما عاد هلأ مزبوط، ما عم أعرف ليش أصلاً. هو مش موجود الآن صح؟ بس ليش ما عاد موجود؟ ليش بطلوا؟ ليش كانوا قبل يأمنوا فيه وهلأ بطلوا؟ أنا ملك اليمين، نعم أبشري، ملك اليمين ببساطة شديدة هما النساء اللاتي فقدنا حريتهن سواء كنا كافرات أو مسلمات وأصبحنا بيد غيرهم، يعني هؤلاء هم ملك اليمين. وملك اليمين يعني هي تكون امرأة مملوكة من شخص أو من عدة أشخاص، فهذه هذا هو ملك اليمين. وملك اليمين طريقة تحصيل ملك اليمين كانت في طريقتين، يعني الطريقة الأولى أنك تسبيهم مباشرة بالقتال، أو أنك تشتريها من تجار البشر النخاسين، يعني أي بمعنى أنك تأتي و يعني تروح تشتري امرأة، هي هذه الامرأة وصلت إلى هذا التاجر من أمم أخرى يعني من ناس آخرين. ولكن الإسلام جعل هناك طريقة يعني واضحة جدا لإكثار ملك اليمين، وهن السبايا، أي بمعنى أنه إحنا نأتي ونروح نقتل ناس كفار، وهؤلاء الكفار لما يقتلوا أو يؤسروا نأخذ نساءهم كذلك، إذا يعني كانوا ما ارتبطنا معهم بعاد ولا ذمة، فنأخذ نساءهم ونجعلهم ملك، يعني ملك يعني يوزعون على الجيش، يعني اللي بيكونوا في قسمة الجيش، إذا طبعا الجيش كان يعني إمكانياته من نفسه، وإذا كان الجيش نظامي الدولة تنفق عليه، فهذول الملك اليمين يعني يرسلوا إلى الدولة أصلا يعني، وبالتالي الدولة تأخذ يعني ما تراه يعني لرجالاتها، ويعني تصرفها مثل أموال المسلمين يعني، وهكذا يصير عندنا أعداد كبيرة من ملك اليمين يعني. فهذا ملك اليمين لأن الجهاد اختفى، ولأن تجارة العبيد اختفت، وأصبح ما أصبح هناك يعني بعد اتفاقية بعد يعني إلغاء حكم العبودية وتجريمها، فأصبحت عملية الحصول على جارية، على أمة يعني للمملوك، للرجل يقال عبد وللمرأة تقال أمة. وأصبح بعد إلغاء يعني بعد يعني إلغاء يعني العبودية في العالم وتوقيعه والدول العربية على ذلك، انتهى هذا الكلام يعني في العالم العربي. وبالتالي اليوم لما نأتي ونقرأ عن أحكام ملك اليمين لا توجد، يعني لا توجد حاجة اسمها ملك اليمين يعني، وإنما توجد فقط النساء الأربع يعني فواحدة أو ما ملكت أيمانكم انتهت، يعني ما في حاجة اسمها ملك اليمين اليوم إلا في حالات معينة، يعني مثلا الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر لما عملت البلاوي وخرجت على الدولة وقتلت الناس كانت تسبي النساء وتعمل منهم سبايا وتتخذهم ملك يمين، وكذلك تفعل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، تخطف في سوريا المسيحيات وتعمل منهم ملك اليمين، وكذلك فعلت جماعة الرايات السود التي يعني قتلت اليزيديين وسبت نسائهم واتخذت منهم ملك يمين يعني. نعم صحيح، انا ما عرفت الموضوع الا لساره من 24 من شخص هون تعرفت عليه بعد ما طلعنا من سوريا، هي كانت امراه وملكها واحد، هي عندها اربع اولاد، مات جوزها بالحرب وملكها وعملها ملك يمين بدون ما يتجوزها وجابت منه طفلين. فبعد هي كيف صارت ملك يمين؟ هي كانت يعني مسلمة؟ ايه هي مسلمة لا ما يجوز ذا يعني إذا هي قبل ذلك يعني كانت حرة؟ كانت مش مسلمة، وبعدين لما هو أخذها وعمل صارت ملك يمين أسلمت بعدين تركها، بس أسلمت. لا هذا يعني هي كانت إيزيدية ربما. اي صح. نعم، لأن هذول المجرمين كانوا يعني يستعبدون النساء الإيزيديات، وكانوا يرون أنهم يعني يحق لهم أنهم يعملوا معهم اللي بدهم إياه يعني،
وهناك يعني آلاف الإزيديات مع الأسف الشديد اللي اختصبنا من قبل هؤلاء المجرمين يعني مع الأسف الشديد. شكرا لألف التوضيح، ما بدي أخذ من وقتك كتير. أهلا وسهلا يا هلا. شكرا كتير. شكرا لك عزيزتي، شكرا أحبك. ثم يجي يقول لك لا ديننا هو دين الأخلاق، ديننا هو عبارة عن دين علم البشرية الأخلاق، ولك دينك أنت أكبر حاجة ممكن تتواجد في البين البشرية. أنت المفروض ليل نهار يعني تحط رأسك في الأرض في التراب على أنك يعني دينك الدين الوحيد الذي يسبي الناس في القرن 21 يعني ولولا صواريخ ومدافع وطائرات و يعني قوات الأمم الكافرة فوق رأسك كنت لحد الآن أنت كنت يعني تسبي النساء وتقوم باغتصاب النساء من الأمم الأخرى. هذه الحقيقة المرة.